مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع بوصفة جديدة من حياة هوم كوكينج شانل. بتمنى تكونوا كلكم بألف خير. بدي أشكر كل شخص فات جديد على الشانل وكل شخص بعده معي من أول ما فتحت الشانل وعم بشجعوني من كل قلبي. بتمنى التوفيق للجميع. مثل ما عم بتشوفوا اليوم والعينة شو عم نعمل؟ عم نشوي دجاج على الفحم. ريحة ولا أشهى صراحة تلت الدنيا. كيف حصلت على هالريحة الطيبة وعلى الطعم الطيبة؟ نقعت الدجاج اليوم لبنانية قديمة كتير، يعني يمكن أول نقعة اخترعت لنقعة الدجاج هي هيدي. مكوناتها موجودة بكل بيت ورح تعطيني أطيب نكهة بنظري أنا. هيدي الأطيب. حضرت المكونات. عندي كيلو ونص من درامستيك للدجاج. شو عم بعمل؟ بالسكينة بشكشك للدجاج حد العظمة تأوصل للعظمة، هيك بيستوي كتير منيح معنا. ما بدقر الجلدة من تحت الجلدة، بفوت السكينة مثل ما عم بتشوفوا. لكيلو ونص من درامستيك للدجاج بدي أفرم وأطحن ناعم كتير راس كامل من التوم مع ملعقتين صغار من الملح، ملعقتين صغار بهار حلو، ملعقة صغيرة بهار أبيض، معجون الفليفلي فيكون حار فيكون حلو، ملعقتين كبار، وإذا ما في عندكم معجون الفليفلي بتستعملوا معجون البندورة. بدنا كوب عصير الحامض وثلاث أرباع الكوب زيت الزيتون. بخلطهم شوي مع بعضهم، وقبل ما أوضع المكون الأساسي اللي هو أساس نكهة النقعة هيدي اللي هو زعتر الأخضر. هيدا الزعتر هو زعتر زباع، من يبسه نطحنه بصير عنا زعتر أخضر، أو نحنا بنسميه بلبنان زعتر القش. هو عبارة عن زعتر سادة ما فيه لا سماء ولا سمسم، نكهة الزعتر وبس. رح يعطي النقعة نكهة كتير مميزة. أكيد رح ننقع الدجاج ونخلطهم كتير منيح مع هالنقعة، ونتركهم ساعتين ثلاثة لتاني يوم فينا نتركهم، فيكن تحضرون قبل بنهار. كل ما تشربوا كل ما بصير الدجاج أطيب. من بعد ما خلطتهم كتير منيح بغطي الجات وبحطه بالبراد لحين الشوي. في حال مش قادرين تشووه على الفحم فيكن تحطوهن بصينية وتدخلوهن على الفرن، فرن حامي مسبقاً ل 220 درجة سلسيوس حتى يتحمروا من فوق ومن تحت. بالنسبة إلي اليوم رح أشوي على الفحم، بعده الطقس كتير حلو. لاحقين بالشتوية نشوي الدجاج بالفرن. أنا عم بحطن على الجريل، بجرب قد ما فيني شيل عنن النقعة. بنصفن مثل ما شفتوا على الجريل. هيدا الجريل بيتقفل، هيك بصير بقلب الدجاج من دون ما انزعج. نحن عم نشوي ندهن من صلصة النقع هيدي الطيابة كلها بهالنقعة هيدي المميزة جدا. يلي مش مجرب هالنقعة جربها وشوف عن شو عم بحكي. إذا حبيتوا الفيديو لليوم ما تنسوني باللايك شير وسبسكرايب، ما تنسوا فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من حياة هوم كوكينج. وأنا عم براقب هالدجاج والدنيا والعينة. أطيب دجاج أطيب نقعة، بتمنى إنكم تجربوها. إذا قدرتوا على الفحم رح تصير أطيب وأطيب. شوفوا هالدجاج شي رائع. بس ما نقول دجاج بدنا نقول توم. ما فينا ناكل دجاج بلا توم. ناس بتحب توم الأكسترا وناس بتحب توم المطاعم. عملتهم اثنيناتهم، رح نزل وصفة توم المطاعم ورا هالفيديو إن الله راد، مع توم الأكسترا كمان رح أرجع نزله، مع إنه نزلته قبل برا بس رح أرجع نزله. وقدمت حد الدجاج شي جديد كتير وكتير حبوه يلي هو بيوري البروكولي. كمان رح أقدم وصفة البيوري البروكولي من بعدهم. مثل ما عم تشوفوا الدجاج مستوي على الآخر. وصفة رائعة جدا، بتمنى إنه تكونوا انبسطتوا بهالفيديو واستفدتوا بشي بسيط من اللي بتعرفوه. بشكركن كتير على المشاهدة وعلى المتابعة، وبشوفكن بفيديو جديد قريبا جدا. باي باي.